بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب القصة بتاعت النهاردة تعجبكم، ويا أسطورة محمود الجمل اللايك أهم حاجة والاشتراك في القناة. شكرا. ألو، إزايك؟ عاملة إيه؟ أيوة أنتي أخطر. طيب أمنية بس، ثانية واحدة بس، خليكي واقفة. أيوة حبيبي، أنا كويسة الحمد لله. بس يا أنا ينفع نشوفه بعد من بعيد؟ أنا خايفة أقابلك أختي معايا، ولو شافتني معاك هتروح تقول لبابا اللي أنا قابلت واحد وكده، ومش هينفع. طب هعمل إيه أنا؟ لا أسيبها إيه؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ فات حد أخدها مني ولا حاجة؟ عشان خاطر تيجي، عشان خاطر. طب لو أشوفك دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. طب ماشي، عشان خاطرك هسيبها. ماشي يلا، مستنيك اهو. انا عند سور المدرسه الناحيه التانية. تعالي خلاص، استنى دقيقتين بالظبط هتلاقيني قدامك. ماشي، باي باي. امنية ينفع تستنيني هنا حبه صغيرين؟ هجيب حاجه بسرعه من على اول الشارع وجايه. بس اوعي تقولي لبابا اللي انا سبتك هنا. ماشي، معاك شيبسي. ماشي، هجيب لك شيبسي واجيب لك شوكولاته واجيب لك حاجات كتير. ماشي، استنيني بقى. ماشي. ايه يا باشا؟ انا واقف عند المدرسة. لا، النتائج طالعة دلوقتي، وفي عيال صغيرة ساعات بيجي لوحديهم ولا حاجة. اشقط لبت واجيبها لك، ولا عيل صغير؟ خلاص ماشي. انا واقف في بنت صغيرة واقفة هيت. هرجم عليها واجيبها لك. خلاص ماشي، سلام. وحشتيني قوي. وانت يا كمان وحشتيني. ايه بنت الحلاوه دي؟ انت اللي حلويت الفتره دي، سيبك يومين تحلو. انت وحشتيني بجد يعني. والله وانت كمان. انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. تعالى بقى نتمشى شويه بقى. طب بص، مش عايزين نبعد عن هنا عشان اختي قدام الباب. يا بنتي والله العظيم ما تخافي، هنا اساسا مدرسه وفي امن ياما. انت ماسك زي اختك الصغننه ليه؟ حبيبتي وحشاني قوي. هتيجي امتى بقى؟ طب والله لا اقول لبابا عليك يا ماما. انت تيجي ده ايه ده؟ انا زهقت خلاص، انا مش عارفه اعمل ايه. استغفر الله العظيم يا رب. انا بحبك قوي، انا بموت فيك. قولي والله. والله العظيم بس مش طالعه من قلبك ليك. ازيك يا جميل، عامله ايه؟ ايه العسل ده؟ ايه واقفه ليه كده لوحدك كده؟ مستنيه اختي. هي اختك؟ اما هي بعتني اخدك بقى. بجد؟ بجد. يلا اركبي عشان اوديكي لاختك. يلا، اتاخرت عليك هي صح؟ يلا يا حبيبه قلب. يلا حبيبتي. عامله ايه؟ اجيب لك شوكولاته وحاجه حلوه؟ احلى شوكولاته واحلى حاجه حلوه. كفايه لحد هنا عشان ما تشوفناش. عايزه حاجه؟ لا ربنا يخليك يا رب. لا اله الا الله. لا اله الا الله يا حاج. باي باي. بنت زباله وسهله، تكلم واحده تانية. ايه يا منى؟ فينك يا قلبي؟ وحشتيني والله. تعالى عايز اشوفك. يلا نص ساعة مستنيك يا حبيبتي. البنات الرخيصة دي يا جدعان. لسه ريحة البرفيوم بتاعته في ايدي. انا بعشقه.
هوديك يا حبيبتي والله. دي اتاخرنا قوي، احنا بقالنا ساعه. انت خايفه مني ولا ايه؟ بصراحه يا عم مش متعوده على الناس الغريبين. انا مش غريب يا حبيبتي، مش انا جبت لك شوكولاته؟ ايوه بس انا عايز اروح لاختي احلى. هروح لاختك يا حبيبتي واجيب لك لعب كتير. هتجيبي لعب بجد؟ اجيب لك لعب. مبسوطه؟ ماشي ماشي يا حبيبه قلبي. مش متاخرش بقى. لا مش هتاخر، لا ما تخافيش. ماشي. امنيه امنيه راحت فين دي؟ انا لسه سايباها هنا، ما كملتش وقت طويل. يا امنيه امنيه أمنية. خلاص نص ساعة وجاي لك. يا أمنية يا أمنية. يلا سلام. يا أمنية أنت فين يا أمنية؟ يا أمنية أمنية يا أمنية أنت فين؟ في يا أستاذة في إيه؟ أختي مش لاقياها، كانت واقفة قدام المدرسة فين؟ اختك؟ واحدة كده بشعر ولابسة بنطلون جينز وتيشيرت ابيض. كانت واقفة قدام المدرسة هنا؟ بشعر كده؟ ايوه شعرها طويل كده. ولابسة كوتش ابيض؟ ايوه. هي كانت لسه راكبة عربية مع واحد ومشت كده. راكبة عربية مع واحد؟ اكيد اتخطفت يا رب، اكيد اتخطفت. طب تعالي هدور معاكي، تعالي 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 بصوا عليها كده، تعالي تعالي. يا امنية. انا بحسبها باباها. لا مش باباها، دي امي. واحد ان شاء الله طب انا والنعمه دي بحبك قد الدنيا دي. عامله ايه يا قلب؟ قلب قلب وحشتني. انت كمان وحشتني قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. استنى كده، استنى بس هرد على الحاج دي. الو ايه يا حاج؟ ايوه يا احمد، الحقني يا احمد، امنيه اتخطفت مني. رحت عند باب المدرسه وما لقيتهاش. اتخطفت مني، اعمل ايه؟ تعالي لي بسرعه. هو احنا فين دلوقتي؟ شارع 10. احنا في شارع 10 والنبي الحق يا احمد. تعالى والنبي يا احمد. ان شاء الله نلاقيها، نلاقيها ان شاء الله. ماشي باي باي. كنا بنقول ايه بقى؟ لسه ما قلناش حاجه. وحشتيني قوي. وانت كمان. انا عايز اقول لك حاجه، انت انضف بنت انا عرفتها في حياتي. انت غيرهم بقى كلهم بقى. تعالى تمشي شويه؟ يلا. على فكره فين؟ انا ما اقدرش. انا حبيبي. احمد ده باباها؟ احمد ده اخوها. اخوها؟ يا احمد. ان شاء الله هلاقوها. طب تعالي بصوا قدام هنا. يا امنيه يا امنيه. حول الله رب، ان شاء الله نلاقيها ان شاء الله. زيلي سلمى الدنيا. تعالي شوف عند اختك. استني فين العربيه الاول؟ ايه؟ ايوه اختي. بس فين اختي؟ فين اختي؟ اوديك عند اختك. عمو بقى يا عم، مش هاخدها دي عند اختك. عاوز ايه يا حبيبي؟ عايز اروح عند اختي. انا اوديك عند اختك. تعالي هديك عند اختك. مش عاوز اسمعك صوت. لو عيطتي، لو عيطتي مش هديك عند اختك. ها لو عيطتي مش هديك عند اختك. افتحيلي هنا في العمارة. بص اقعد ساكت عشان ما تشجي عليك. ها انا غلطانه دلوقتي معاك اصلا. اقعد ساكت هديك عند اختك. ماشي اقفلي كده. هتطلع القمار هنا، هتدخلي جوه هنا. لو عيطتي هتبحك. لو عيطتي ايه هتبحك؟ لو عيطتي اعمل لك ايه؟ خلاص هتبعك واقطع لك شعرك ده. ها خلاص ما تتكلميش خالص في العمارة. ها خش خش.
أمنية، أنا اللي ضيعتك، أنا اللي سبتك، أروح أقول لبابا إيه يا أمنية؟ خلاص يا أمنية ترجعي لي، أنا أسفة مش هسيبك تاني والله يا أمنية. يا أمنية تعالي بقى يا أمنية.